طبعا على ويحافظ مستوى على المستوى الفني. بدنيا الاهلي الحمد لله جاهز، في عناصر مميزه جدا زي ما اتفضلت حضرتك. بالنسبه لنتكلم على تشكيله النادي الاهلي، ماشي. النادي الاهلي طبعا ظهور مصطفى شوبير الفتره الاخيره خد الثقه وخد الحته بتاعت اللعب، في ارتياحيه عنده هو قبل ما يكون عند المدرب، ان الثقه تكون موجوده في حارس المرمى في المباراه الكبيره. قبل كده اتحط هو تحت ضغط لعب نهائي افريقيا ومستواه مبشر في المباراه الاخيره عوض غياب الشناوي، فانا شايف اهو يبقى النهارده باذن الله يوم الجمعه يؤدي مباراه كبيره، وهو كل الثقه من الجهاز الفني وجماهير النادي الاهلي في مصطفى شوبير. الحمد لله الواحد مش قلقان لانه لعب خلاص، بقى مش في مرحله اختبار، لا لعب وبقى مصنف بيلعب اساسي. وبالمده خلينا نقول الثقه برضو هتزيد، يعني اكيد دلوقتي في بعض القلق، على الفترات القادمه هيبقى في اطمئنان اكتر، وده طبيعي جدا ولا يقل من مصطفى او يقلل من مصطفى يعني. اكيد ما هي الممارسه والمشاركات كتير بتدي ثقه للحارس، خلاص بقى عارف ان هو رقم واحد في الوقت الحالي، ودي حاجه كويسه جدا يعني. بالنسبه لخط الظهر في عبد المنعم وفي رامي ربيعه وفي محمد هاني وفي علي معلول، الحته بتاعت نص الملعب هي في واحد بس انا ايه يعني ممكن يكون موجود، او دي بتاعت المدير الفني بس انا بقول وجهه نظري، هيلعب امام عاشور ومروان، انا بقول كوكا. كوكا في نص الملعب يعني، كوكا ومروان قدامهم، مروان قدامهم اسمه امام عاشور. انا شايف ان ممكن بيرسي تاو ياخد المباراه دي من الاول، بيرسي تاو وحسين الشحات الحته بتاع الكهرباء، انا كوجهه نظري لو بدا هتبقى مكسب كبير للنادي الاهلي. هو كتير من الناس متوقعه يعني ان هو ممكن يبدا بكهربا، فعلا كهربا عنده خبرات وعنده مشاركات كتير قدام الزمالك بالظبط، وسجل وعنده حاله معنويه مرتفعه. كهربا غير بتاع الفتره الاولانيه، النضج زاد، في تركيز عالي جدا منه، انضباط داخل النادي الاهلي وخارج النادي الاهلي، مستواه بسم الله ما شاء الله عالي جدا. موضوع بتاع الفتره اللي فاتت ان هو كان بعيد، دي حاجه بينه وبين المدرب وموضوع بسيط جدا، هو بيرجع بقوه وهو حابب. موضوع بيني وبينك والله ما كان في موضوع خالص من الحاجات اللي اتقالت الاستئذان يعني. بس عارفه الناس بتهول يعني، بس انا شايف الموضوع عائلي وهو جوه النادي، انا شايف ممكن يبدا بموديست وممكن يبدا بكهربا. لو بدا بموديست عشان هو الفتره الاخيره كان متواجد، كهربا ما كانش موجود، انما تساليني فنيا لا بقى كهربا، بتمنى كهربا مليون في الميه يشارك في اللقاء، كلنا بيسبب عيب وبيسبب لود على فريق نادي الزمالك بالذات خط ظهره، نشاط، بيسجل، بيتحرك، برضو حتة السن وكده في صالحه، فدي ترجع للمدير الفني كل التقدير والاحترام لمستر كولر. والحمد لله الدكة عندنا كويسة جدا، كل اللعيبة رجع، في رضا سليم، في السولية، في كريم، كل الناس اللي موجودة، كريم فؤاد، كريم نيدفيد، أفشة، الناس اللي موجودة في أي وقت بينزلوا يغيروا سير المباراة. لو المدير ما هي دي النقطة كابتن صديق اللي أنا بتكلم فيها، يعني إيه عندي سكواد واتنين على أعلى جاهزية؟ يعني أنا عندي برضو كده نقطة بوصلها لأي حد، مش هقول اللعيبة، أنا بتكلم في العموم، إن أنا مكانك أو المركز بتاعك أنا عندي بدالك واحد واتنين منافسة على أعلى مستوى، فأنت هتقدم الأفضل اللي يليق بالتيشيرت اللي أنت لابسها. لأ كويس. يعني ده برضو بيكون على فكرة حافز لمصلحة اللاعب نفسه مش ضده، وده اللي شفناه فعلا في تصوير اللعيبة، يعني كولر طور اللعيبة وده كانت اداه من الادوات. المكسب الكبير الاول للنادي الاهلي طبعا يكون فيه بدل لعيب اثنين بيعمل هو الروتيشن ما شاء الله، اللي في افريقيا بيلعب، اللي في الدوري، والناس كلها جاهزين، فدي بتدي ارتياحيه للجهاز الفني بالكامل، والمدير الفني ما بقاش عنده قلق او توتر في المشاركه، فاي حد يحتاجه هيلاقي الحمد لله البنك كويس. الدكه